يا مرحب بالسبع ابن السبع. يلا يلا انت وهو فضلنا المكان. يلا منور يا حبيبي. ازيك يا غندور؟ بخير طول ما انت بخير يا باشا. تقعد يا غندور، مالك واقف ليه؟ انت شغال باسم مين يا غندور؟ باسم العطارين طبعا يا باشا. طب واللي اشتغل باسم العطارين ينفع اشتغل في حاجه توسخ اسمهم؟ لا عاش ولا كان يا باشا اللي يوسخ اسم العطارين. انا عليا ما تقلفش. الست اللي في البيت دي ملهاش ذنب تدفع ثمن خيانتك. انا لا مؤاخذه مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. بيلي ليك بشويه مع غندور. قول لي بقى يا معلم، هو انت فاكر ان انا مش هعرف حاجه عن شغلك مع سيف العزازي؟ سيف يا باشا ده مصلحه على الطاير كده، مصلحه برانيه مش تبعكم. مفيش حاجه اسمها مش تبعنا. طول ما انت اسمك على ذمه العطارين يبقى كل حاجه بتعملها تبعنا. انتوا برضو يا باشا اخرتوا علينا البضاعه والخشب، انت شايف السوق نايم. اسرق يعني واعمل الحرام؟ امد ايدي. ايوه تمد لي ايدك، ولما بردها فاضيه بروح مديها لسيف العزازي. خلاص يا باشا، اعتبر اللي حصل ده مش هيتكرر تاني، اعتبره ما حصلش اصلا. والمشكله غندور انه حصل، عشان ما يتكررش لازم يبقى فيه تمن. هنعمل ايه بقى؟ هي البني ادمين كده ما بيعملوش الصح غير لما الغلط يعلم عليهم. يا غندور، هو انا مش ليا حق عندك يا يحيى؟ يحيى وحق؟ حق يا ابو حق؟ تشرب حاجه ولا يا غندور؟ انا عايز حق الخشب اللي اتحرق وحق علاج سيد. ولو مش ناوي يا يحيى قول لي وانا اجي اخد حقي بمعرفتي. لا طبعا ناوي. ناوي اعرفك لما تتكلم مع يحيى العطار تتكلم معاه ازاي. والمره كمان اعرفك اصول التهديد، عشان انت طلعت غشيم قوي في الحكايه دي. ادهم زين صالح العطار. أدهم؟ تمام، يعني إن شاء الله في خلال أسبوع الورق والبطاقة هيكونوا جاهزين. مبروك علينا يا جيهان هانم. شاهد، ممكن تسمعني وما تقفليش؟ عايز ايه يوسف؟ شاهد انا تعبان. تعبان ومحدش بيحس بيا ولا بيفهمني غيرك. ممكن اتقل عليكي؟ كان نفسي اقول لك تقل براحتك، بس للاسف المره دي مش هينفع. عشان انت مهما حكيت وقلت يا يوسف مش هنسى ان في جواك قلب جه عليا وكسرني. اللي كان جوايا مش هينفع يرجع يا يوسف حتى لو انا وانت رجعنا لبعض. فيها شاهد؟ انت مالك بيتي قاسي كده ليه؟ انت زمان ما كنتيش كده. عشان انت نسيت يا يوسف. نسيت ان انا انسانه بتعب وبحس. طب انت عارف انا كنت راضيه. والله العظيم انا كنت راضيه، بس تعبت عشان انا بني ادم. طب خلينا نتقابل. انا عايز اتكلم معاكي. وتقابلني ليه؟ ايه الجديد يعني؟ ما انت هتقول نفس اللي بتقوله كل مرة. الفرق بس ان المرة دي هيبقى متزوق ومترتب شوية الكلام مش أكتر. يوسف، افتكر ان انت هتنساني أول ما تقفل المكالمة دي؟ ولا تنساني ليه؟ هو انت من امتى أصلا كنت فاكر اللي انت فيه ده يوسف شوية حنين على تأنيب ضمير، حب امتلاك يعني مش أكتر. شاهد أنا كنت مستني الوقت المناسب. وقت مناسب؟ تصدق إن أنا عمري ما فهمت معنى الكلمة دي؟ ألا إيه هو الوقت المناسب ده؟ يعني شكله يعني؟
بيبقى عامل ازاي؟ الوقت المناسب ده يوسف ده اختراع، انت بس اخترعت عشان تداري بيه كدبك. شهد انا نفسي نبقى مع بعض. كويس. وبعدين؟ بالظبط كده. هتفضل ساكت زي كل مرة. لما تبقى تعرف المرة دي انت عايز ايه مني؟ تبقى كلمني يوسف. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معانا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش اول مره، وأكيد أنت فاكرة اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكرة يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. بيقابليني جرى إيه يا نوح؟ أنت مش واثق في الشركة ولا إيه؟ أنا أساساً ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والأمان اللي كان موجود في السوق أيام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. يحيى عطار جرى غندور. انا مش كنت من يومين يحيى بيل عطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز ايه وقت من الاخر. اخر مره ما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني، وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالامره قلت لي ان انت ليك عندي حق، وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله؟ خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك، ولا مستني سيف العزاز ياخده لك؟ لا، انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويدوه له. ادي له حقه حق. ايوه سيدي،